بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة يوم استثنائي بالنسبة لنا، زي ما حضراتكم تابعتوا من شوية على قناة النادي الأهلي، فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة 70-69. الحقيقة أنا مش هتكلم كتير في هذا الموضوع، طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا بعض اللقطات من هذه المباراة. أنا مش هتكلم كتير لأن كان قبلي طبعا كابتن خالد العوضي وضيوفه، الحقيقة اتكلموا في كل ما يخص هذه المباراة وبكل تفاصيلها وبكل شيء. ولكن الحقيقة دايما من أول يوم في هذا البرنامج وأنا قلت لحضراتكم، دايما عندنا في النادي الأهلي الدقيقة 90 هي أهم ما يمثل النادي الأهلي أو ما يمثل جمهور النادي الأهلي. نحن دايما بننتظر، حتى لو كنا كسبانين بننتظر إلى الدقائق الأخيرة. النهاردة الحقيقة مش في كرة القدم بس، أنا لما كنت بتكلم مع حضراتكم كنت بتكلم مع حضراتكم بشكل عام ماذا يحدث في الدقائق الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي. روح الفانيلا الحمراء اللي ناس كتيرة جدا لما بنيجي نتكلم في هذا الموضوع ما يعرفوش طبعا، فمعلش بنعذرهم، لكن أنا بتكلم إن في ناس كتيرة ما بتعرفش يعني إيه روح الفانيلا الحمراء، يعني إيه الدقيقة 90، أو يعني إيه دايما بنتكلم على ما بعد الدقيقة 90. لأن إحنا عندنا دايما كأهلاوية عندنا هنا بيكون الأمل موجود لغاية لما الحكم يصفر نهاية المباراة، حتى لو كنا مغلوبين زي ما حصل النهاردة في مباراة اليوم. قلت لكم قبل كده إن السلوجن اللي هنمشي عليه أو شكل البرنامج اللي هنتكلم فيه دايما هو الدقيقة 90 أو +90 +90 +90. ده يعني النادي الأهلي بيعمل إيه بعد هذه الدقيقة، وإشمعنى الوقت ده. النادي الأهلي لوحده بيغرد وحيدا في هذا الموضوع، لأنه زي ما قلت لكم زي ما وأكرر على حضراتكم الكلام ده أكتر من مرة، إن دايما النادي الأهلي يا جماعة عنده شيء خاص، ومش كلام، الحقائق بتقول والكلام بيقول، ومباريات كثيرة جدا سواء في كرة القدم، النهاردة آخر حاجة في كرة السلة، قبل كده في كرة اليد، وقبل كده في كرة الطايرة، في كل الأمور النادي الأهلي دايما بيبقى واقف على رجله للدقائق الأخيرة. عدم اليأس، عدم اليأس ده هو اللي بيخلي النادي الأهلي يظهر بهذا الشكل ودايما بيكسب في الأوقات الأخيرة، على عكس أندية كتيرة. والله ما بتكلم على حد، والله ما قصدي أتكلم على حد، ولكن أنا بتكلم بوجه عام إن النادي الأهلي مختلف تماما عن بقية الأندية فعلا. يعني سواء في قناة الأهلي أو في قناة تانية أنا دايما بقول الكلمة دي، إن النادي الأهلي مختلف عن بقية الأندية في كل شيء، إدارة، فريق كورة، فريق سلة، فريق يد، فريق أي حد. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ما تيأسوش، مفيش احباط، ولا حد يقدر يحبطنا، ولا حد يقدر يقول لنا اصل انتوا، مهما يجيبوا من ناس، واحنا بنحاول على قد امكانياتنا وعلى قد الناس اللي معانا، والناس بتحاول هنا ان شاء الله. لو شافت لعيب الفرقه محتاجاه ب 500 مليون جنيه وعندها المقدره هتدفع ال 500 مليون جنيه، او هندفع هنا كمجلس اداره 500 مليون جنيه، ما عندناش اي مشكله في اي شيء. ولكن هو الاهم هو بناء فريق جديد، ده في كرة القدم بقى بعيدا عن كرة السلة، لأن أنا عارف إن كابتن خالد النهارده كابتن خالد العوضي يتكلم في كل ما في كل حاجة تخص مباراة كرة السلة مع نادي الزمالك. فعشان كده بقول لحضراتكم خليكوا دايما كده مفتخرين، خليكوا دايما كده مبسوطين، خليكوا دايما فرحانين إن إحنا بنشجع النادي الأهلي مهما حصل. الحمد لله الكبوات اللي بتحصل للنادي الأهلي قليلة. افتكروا كده في السنين اللي فاتت كلها وفي حياتكم كلها، افتكروا كده كل مشجع اهلاوي للراجل الكبير اللي عنده 70-80 سنه وبيشجع الاهلي، والولد الصغير اللي عنده 10-15 سنه وبيشجع النادي الاهلي، افتكروا كده الكبوات هتلاقوها قليله. وحتى الكبوات لما بتحصل بتطلع اقوى بعد كده، بتطلع اقوى من هذه الكبوات. فعشان كده دايما بقول لكم مش عايز انا حد يبقى دايما ايه متضايق. نتضايق من ان احنا لا قدر الله اتغلبنا او لا قدر الله اتعادلنا، واحنا متعودين دايما على المكسب ودي حقيقه، ولكن كرة القدم والرياضة عموما فيها كل شيء. النهاردة النادي الأهلي مهزوم في آخر شوطين، في الكوارتر الثالث والرابع مهزوم، ولكن إيه السر في الجمهور اللي مستني الدقيقة 90؟ عظمة النادي، عظمة اسم النادي هي اللي مخلية الناس مستنية لغاية الدقيقة 90 ومتأكدة في كرة السلة إن هي هتكسب لغاية آخر ثانية. وده اللي حصل وده اللي بيحصل قبل كده. فعشان كده بقول لحضراتكم دايما ما تستعجلوش، دايما القادم افضل، ودايما الامور اللي جايه احسن، وعندك مجلس اداره بيحاول ان هو يعمل اشياء جيده خلال المده اللي بيبقى متواجد فيها، بيعمل اي حاجه
عايزها جمهور النادي الاهلي او تهم جمهور النادي الاهلي. عندك مدير فني بيحاول بيموت نفسه في الملعب تدريبات وغير تدريبات علشان يبني فريق جديد مع مجموعه اللاعبين اللي متواجدين، لجنه التعاقدات نفس الكلام، لجنه التسويق نفس الكلام، مدير نادي نفس الكلام، المجموعه كلها المنظومه كلها بتشتغل على قلب رجل واحد، عائله النادي الاهلي. الكلام ده مش مجرد كلام احنا بنقوله ولا مجرد حديث احنا بنتكلمه، والله ابدا احنا كلنا بنبقى حاسينه. فتخيل ان انت بتشتغل جوه قناه الاهلي بتبقى دايما كده كلك فخر وعزه ان انت قاعد في مثل هذه، او انا شخصيا ببقى كل فخر وعزه ان انا قاعد في مثل هذا المكان، عارف ان في اي وقت بيتفرج عليك ملايين بيتفرجوا عليك. فالحقيقه الواحد دايما بيبقى سعيد. النهارده واحنا بنتابع مباراه كره السله ضد نادي الزمالك، الحقيقه ايه اللي قاعدين مستنيين الدقيقه 90؟ ما مش متخوفين، قلقانين وكل حاجه لكن مش متخوفين. ان شاء الله هنكسب وباذن ربنا كسبنا، وبمجهود اللعيبه اللي موجوده ومجهود المدير الفني اللي موجود الكابتن طارق خيري ومجهود مجموعه اللاعبين اللي موجوده، ولسه اللي جاي افضل، مش مع الزمالك بس، مع الزمالك وسموحه والجزيره وكل الانديه اللي في كره السله يعني. فعشان كده بقول لحضراتكم في حاجات كده بتجيلك دايما بتخليك دايما تبقى واقف عامل كده، زي الموضوع بتاع الفي. لما اتكلمت مع حضراتكم من يومين على رساله الى من يهمه الامر، واتكلمت على ان جمهور نادي الاهلي ما بيشجعش غير فريقه، فعلا دي حقيقه، ولكن منطقيا يعني يا جماعه وعقلانيا ما فيش فريق او ما فيش مشجعين لفريق بيشجعوا الفريق المنافس او يتمنوا ان هو يكسب. وخلي بال حضراتكم في فرق ما بين التشجيع والمسانده، التشجيع والمسانده. المسانده دي ان انا اروح اساند الفريق الاخر على حسابه، دي الرساله اللي كانت موجوده من كابتن حسام علشان يتكلم على ان جمهور الاهلي يروح يسمع. ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده، عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها، عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها. بس انا بتكلم في ان منطقيا يعني وبالعقل، اه طبعا مفيش منافس بيتمنى ان فريقه او الفريق المنافس ليه يكسب، لكن احنا هنا في النادي الاهلي دايما تفكيرنا اتجاه واحد وشكل واحد واسلوب واحد. عارفين ايه هو؟ ان احنا عندنا فاضل مثلا يعني 20 مباراه. هو النادي الاهلي لو كسب ال 20 مباراه في 30 نقطه ب 60 هيكسب، هياخد الدوري. هو ده تفكيرنا، هو ده تفكيرنا، هو ده تفكير النادي الاهلي، هو ده تفكير لعيبه النادي الاهلي. احنا مالناش علاقه يعني، مفيش مشكله، مش هنبقى زعلانين قوي يعني لما اي فريق من اللي بينافسونا او اللي معانا في الصداره يتغلب، هنبقى مبسوطين، مفيش مشكله. لكن في نفس الوقت انا بفكر بشكل واحد واتجاه واحد، هو ان انا ازاي اكسب ماتشاتي، ما بشغلش بالي بغيري. والله غيري ده اتغلب او كسب، اوكي هنشوف وهنساعتها هنقيم الامر. لكن هي توصل ان حد يطلع ويتكلم بمنتهى اللي يعني الواحد مش عارف يقولها ازاي، ولكن يطلع ويتكلم ويقول لك احنا يا جماعه هنبعت او عايزين جمهور النادي الاهلي يجي يشجع بيراميدز في مباراه الزمالك. طب هو ده كلام؟ هو ده كلام؟ يعني مع حبي واحترامي وتقديري الشديد جدا، لكن ده مش كلام وما ينفعش حد يقول كده. وجهه نظري وانا دايما بقولها، وانا ما عنديش مشكله مع حد ودايما بقول هذا الكلام، لكن مفيش فريق منافس في الدنيا يتمنى للفريق او جمهور فريق منافس يتمنى للفريق المنافس ان هو يكسب، عمري ما شفتها برضه. ده شيء طبيعي جدا على فكره في العالم كله. يعني هل برشلونه بيلعب اتلتيكو مدريد جمهور ريال مدريد يروح يشجع برشلونه مثلا او يروح يشجع اتلتيكو مدريد؟ لا، لكن ممكن يتمنى ان برشلونه تكسب او يتمنى ان اتلتيكو تكسب او يتمنى ان هم يتعادلوا، لكن مفيش حد بيساند. هو ده الفرق ما بين التمني والمسانده او المشاركه، هو ده الفرق اللي انا بتكلم فيه. احنا لما بنيجي الاهلاويه لما بييجوا يعملوا مثلا الاهلي هو اللي بيحب او الاهلي دايما هيكسب او الاهلي دايما جمهوره معاه، ما دي حقيقه، هو ده الحقيقه وهو ده دايما اللي احنا بنشوفه. فعشان كده بقول لحضراتكم الفترة اللي جاية فيها شغل كتير جدا جدا على حضراتكم وعلى اللعيبة وعلى الجهاز الفني وكل حاجة، ولكن حضراتكم دايما بتكونوا الأهم بالنسبة، لأن أنتوا كجمهور أنتوا رقم واحد في كل شيء. أنا الناس بتقولك الجمهور ده اللاعب رقم 12، لا هو اللاعب رقم واحد بالنسبة
للنادي الأهلي. ألف مبروك طبعا لرجالتنا في كرة السلة وفوزهم في الدقائق الأخيرة أو في الدقيقة الأخيرة بلس أو زائد 90 على نادي الزمالك ب70 ل69 في كرة السلة في دوري السوبر لكرة السلة. الحقيقة موضوع آخر كنت عايز أتكلم فيه مع حضراتكم وهو الحديث عن حقوق النادي الأهلي في صفقة عبد الله السعيد. أنا أتذكر يوم 4 يناير عندما تم قيد عبد الله السعيد يوم الجمعة في توقيت كذا وقلنا إلكترونيا والناس قعدت وحد طلع وقال لك مفيش حاجة اسمها أنتم يعني إن إلكترونيا ده بيقيد كل لعيب بيقيد إلكترونيا ولكن إحنا قلنا الكارنيه طلع إزاي وطلع رئيس منطقة بني سويف قال لك إحنا شاهد ما شافش حاجة وبعدين تم إقالته إمبارح والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده كله ولكن وسط كل هذا مجلس إدارة النادي الأهلي بيسعى دائما للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وبالتالي نادي الأهلي من أول يوم أو من يوم 5 يناير تحديدا أو 6 يناير وهو بيسعى الناس بتتكلم والناس بتقول كذا وكذا 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 ولكن اللجنة القانونية ومجلس إدارة النادي الأهلي بيسعوا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي بعتوا جواب لفريق أهلي جدة بعت جواب للاتحاد المصري وقد يكون هناك خطوات تصعيدية أخرى ممكن تحصل للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي كاسم يعني فعشان كده بقول لحضراتكم أن تم تقديم شكوى يوم 5 يناير ده بالفعل تم وحصل يعني الموضوع ده حصل 4 تم تقديم شكوى يوم 5 والكلام مثبت بالتواريخ مش كلام وخلاص كلام مثبت بالتواريخ وبعدين يوم 5 الإدارة يوم 8 أرسلت خطاب لنادي أهلي جدة تطالب في أهلي جدة أو إدارة أهلي جدة بالحصول على المستحقات المالية الخاصة بالنادي الأهلي بسبب بيعه إلى نادي من نادي أهلي جدة أو انتقال عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة لنادي بيراميدز كل بقى ما يدور في هذا الموضوع وكل الامور اللي بتدور في هذا الموضوع احنا كنا بنتكلم في حق ده واحنا وده كان بيتكلم في حق ده ومش عارف ايه هنا وايه هنا وايه هنا ولكن في النهايه النادي الاهلي له مجلس اداره قوي له لجنه قانونيه قويه بتحاول ان تحافظ على كل هذه الامور مش بتحاول هي بتموت نفسها عشان تحافظ على هذه الامور وبالفعل زي ما قلت لكم ارسلوا خطاب يوم شكوى يوم 5 ويوم 8 تم ارسال خطاب لاهلي جده وبالتالي النادي الاهلي دايما بيحافظ على حقوقه او بيحاول يشوف حقوقه ايه 2 مليون دولار هيفرقوا طبعا فلوس هتخش لاداره النادي الاهلي يستطيع من خلالها ان هو يحدث من اجهزه يشتري حاجات يعمل انشاءات جديده في اي فرع من فروع النادي يطور من حاجه هنا يطور من حاجه هنا فحاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل مبلغ ومن حق الجمعية العمومية ان هي تحصل عليها وبالتالي هيفضل النادي الاهلي يحارب على هذا الموضوع من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة زي ما قلت لكم هنرجع برضو للدقيقة 90 في كل شيء طيب وطبعا امام حضراتكم صورة لشكوى النادي الاهلي طبعا مش مكتوب تقدم بها النادي الاهلي وهو مكتوب اهو تاريخ الشكوى انا مش شايف الحقيقه فمكتوب تاريخ الشكوى تحت يوم 5/1 وده التاريخ اللي ايه اللي مجلس اداره النادي الاهلي ارسل فيه خطاب رسمي او شكوى رسميه لاتحاد كره القدم يوم 5 يعني يوم 4 ده اللي هو كان يوم الجمعه يوم 4 كان الموضوع ده بتاع عبد الله السعيد وتم قيده يوم 4 الصبح او الظهر انا فاكر قبل المباراه اللي كانت اول حلقه لينا وتاني يوم كان يوم 5 الورقه موجوده اهي لان في بعض بقى وده اللي بيزعل الواحد يمكن ما يعرفش ما تعرفش بقى ما تطلعش تقول اي كلام ما تطلعش تقول اي كلام حد من اعضاء مجلس اداره اتحاد كره بيقول لك ايه يقول لك اصل النادي الاهلي لم يتقدم بشكوى اذا كنت حضرتك ما تعرفش فمن فضلك ما تقولش اذا كنت حضرتك ما تعرفش فمن فضلك ما تقولش حاجة غريبة جدا وحاجات غريبة جدا الواحد بيسمعها وبيشوفها. إذا كنت حضرتك عضو مجلس إدارة في اتحاد كرة القدم وما تعرفش إن النادي الأهلي تقدم بشكوى يوم 4 أو يوم 5 أنا آسف خلاص بقى أنت حر قدم استقالتك اعمل أي حاجة بس ما تطلعش تقول يا جماعة النادي الأهلي ما قدمش شكوى. ده كلام مش منطقي لأن أنت ما تعرفش حاجة. والمفروض إن أعضاء ما أعرفش بقى المفروض ولا مش المفروض لأن في حاجات بتبقى مجموعة بتعرفها والمجموعة الأخرى ما بتعرفهاش يعني والكل يعلم هذا الموضوع تماما لكن طيب عموما خلينا احنا نتكلم في هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكتر
ولكن خلينا ناخد المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي وهنساله في كل هذه الامور لانه مهم جدا جدا نعرف ماذا يحدث في حقوق النادي الاهلي الماليه اذا كان هناك حق فلن يتوانى احد عن الحفاظ على هذه الحقوق. سيادة المستشار ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. يعني انا عرضت دلوقتي ان النادي الاهلي بعت شكوى لاتحاد كره القدم في اطار المستحقات الخاصه في صفقه انتقال عبد الله السعيد من نادي اهلي جده لنادي بيراميدز، وبالتالي النادي الاهلي بالفعل يا فندم ارسل شكوى رسميه لاتحاد كره القدم يوم 5 يناير. هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ مظبوط يا فندم، تقدمنا بشكوى رسمي يوم 5 دفعنا الرسوم المستحقه على النظر الكافي. وتم دفع الرسوم المستحقه يعني؟ اي يا فندم، دفعنا الرسوم في داخل يوم. تمام. ويوم 8 يا فندم نادي الاهلي بعت لاتحاد جده وقال له احنا عايزين فلوسنا او مستحقاتنا من انتقال عبد الله لنادي بيراميدز، ده مظبوط برضو؟ ده موضوع تاني ماليش دعوه بالشكوى حضرتك، دي حاجه تانيه. يعني ده موضوع تاني خالص ماليش دعوه بالشكوى حضرتك. هنا اطرافها مصريين يخضعوا للقانون المصري. نعم. من خلال مظله الاتحاد الوطني المصري لكره القدم. لو كان فيها طرف اجنبي يبقى حضرتك ما تروحش الفيفا، وعلى كل مثلا يعني ما فيش مشكله ان انا اروح الفيفا، بس هو المنوط فيه الفصل في مثل هذا الامور هو الاتحاد المصري لكره القدم تاسيسا على ان في شان داخلي. تمام. يعني احنا الخطوه الاولى يا فندم هي اتحاد كره القدم وتقديم الشكوى او اللي قدمت الشكوى بالفعل يوم 5 يناير لاتحاد كره القدم، قد يكون هناك خطوات اخرى. وتم سداد الرسوم الخاصه بها، وبالتالي من الممكن ان يكون هناك خطوات اخرى للحفاظ على حقوق النادي الاهلي. طبعا اكيد هو عليه رد على الشكوى، لازم يفتح فيها تحقيق ويشوف هيعمل ايه. ايا كان هذا السلب او الايجاب، النادي الاهلي عنده طرق ثانيه كله في خلال من خلال القانون ان حضرتك هنكمل هنصعب الامور، بس هو ده اختصاصه بحث. اختصاص الفيفا دلوقتي. الفيفا لما يكون فيها طرف اجنبي. احنا النهارده ما فيش طرف اجنبي. انا اشتكيت اللاعب فقط. وبعدين هو زعلان لي ان هو ايا كان المسؤول في النائب اتحاد الكوره. زعلان لي ان انا ما اشتكيتش في اتحاد سوري اهلي جده. نادي اهلي جده. وماليش دعوه، انا يعني ادرى بمصلحتي فانا اسلك الطريق القانوني اللي هيوصلني للنتيجه بان انا استوفي حقوقي الماليه لدى الغير. معلش يا فندم، الناس انا بصراحه مش عارف، يعني هل حضرتك ما تعرفش كل الامور القانونيه داخل النادي الاهلي؟ اكيد بتبقى متابع لكل شيء، وبالتالي في حاجات غريبه بتحصل ولكن في مؤسسات اخرى مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي. سياده المستشار، عايز اسال حضرتك في خلال قد ايه يا فندم من المفترض انه يرد عليك اتحاد كره القدم؟ المفروض انه يرد على طول، بس هو ايضا مشغول بحاجات ثانيه، الموضوع ده لا يعنيه. انما هو مش فاضي ليه او في حرج. طب هل حضرتك هتستنى لوقت معين وتاخد خطوات اخرى ولا هتستنى كده كده الرد؟ لا معلش، عشان الصوت بعيد قوي فانا بقول لحضرتك يا سياده المستشار، هل حضرتك هتستنى الرد ولا من الممكن ان يتم اتخاذ خطوات اخرى؟ لا ممكن طبعا يتخذ اجراءات اخرى طبعا، مليون في المية. لا لا بص، انا مش بص حضرتك، انا لا يعنيني، انا لا طلبت حضرتك ايقاف اللاعب ولا طالب اي شيء غير مستحقاتي نتيجه هذا العقد. نعم. احنا طالبين تنفيذ العقد. طب يا فندم ممكن اسال حضرتك سؤال يعني سياده المستشار؟ طيب، هو واضح ان الصوت مش كويس عند المستشار حلمي، لكن زي ما حضراتكم شفتوا لن يتوانى احد في الحفاظ على حقوق النادي الاهلي ما دام من حق النادي الاهلي ان هو وده مكتوب في عقد يا جماعه بالمناسبه. انا بس اللي مزعلني وغيظني الحقيقه يعني انا جاي القناه، انا جاي النهارده البرنامج ملعب الاهلي، الاقي ورق مكتوب غير اللي انا شايف فيه مع محمد سعيد مثلا او مع محمود سعيد رئيس التحرير، يبقى انا ما اعرفش حاجه، يبقى انا امشي، يبقى انا امشي بقى ما اقعدش. حضرتك كعضو في اتحاد كرة القدم، ولا هي أي حاجة ضد النادي الأهلي عايز تقولها وخلاص؟ أي حاجة ضد النادي الأهلي عايز تعملها وخلاص؟ هو حضرتك ما تعرفش إن النادي الأهلي قدم شكوى يوم 4/1؟ مش ذنبي بقى إن أنت ما تعرفش،
انا مش ذنب والله العظيم ثلاثه، انا ما اعرف مين اللي ما قالش اللي قال، ومش عايز اعرف، بس انا متخيله مين طبعا، بس انا مش عايز اعرف مين. فكل حاجه عايز تعملها ضد النادي الاهلي وخلاص، حاجه غريبه جدا. مش عارف اذا كان هناك تم ارسال شكوى ولا لا يوم 4، يقول لك لا ده طالع يقول لا لم يتم ارسال شكاوى. هاتها تاني يا سمير والنبي، يمكن انا ما بشوفش، انا هلبس النضاره قريب ما بشوفش. هاتها تاني، هاتها تاني 4-1 دي ولا 5-1 ولا 6-1 ولا ايه؟ كنا حطيناها يوم 6-1 عشان تبقى الناس فاكره. 4-1 وريني. اصل اه 4-1 اهو مكتوب. طيب 5-1 اقصد، يعني خلاص يا عم شيل الورقه خلاص ماشي. شكرا شكرا يا زمر. الواحد والله يا جماعه بيبقى طالع مش في دماغه اي حاجه خالص خالص، ولكن بتفاجئ بتصريحات غريبه جدا في اوقات غريبه جدا. طب افهم الاول او اعرف الاول وبعد كده شوف. طيب وبمناسبة ان الاهلي خلال الفترة اللي فاتت عمل مجموعة جيدة من الانتدابات الجيدة جدا خلال الفترة اللي فاتت. محمد محمود ربنا يرجعه بالسلامة، يعني بسم الله ما شاء الله النهاردة عمل العملية، وان شاء الله في خلال من 6 لـ 8 شهور يرجع افضل من الاول. محمد لسه صغير ان شاء الله ويرجع افضل من الاول، ولكن في اطار بقى عودة المصابين في سعد سمير راجع بالسلامة، في صلاح محسن كمان اعتقد ان النادي الاهلي هيستفيد منه خلال الفتره اللي جايه بشكل مهم جدا جدا جدا. سعد سمير وصلاح محسن رجعوا، خبوا عيالكم بقى، يعني زي ما كنا بنتكلم على الصفقات، النادي الاهلي بيكتمل مره ولا مره ولا مره ورا مره مره ورا مره ورا مره، النادي الاهلي بيكتمل، ويوم ورا يوم النادي الاهلي بيكتمل. فخدوا بالكم بقى، عايزين حضراتكم تجيبوا صفقات كل الانديه، يعني ما بتكلمش على نادي معين، كل الانديه جيبوا صفقات، واحنا هنحاول برضو ان احنا نكسب الدوري العام، يعني كالعاده من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. طبعا ده محمد محمود بعد اجراءه عمليه الرباط الصليبي، ويعني الحمد لله الامور جيده، يعني احنا هنحاول نجيبه لحضراتكم. يا جماعه حاولوا مع محمد ان هو يعمل معانا مداخله نطمن عليه. ايضا في اطار المواضيع الاصابات والكلام ده كله، زي ما حضراتكم عارفين النهارده تلقى جمهور النادي الاهلي خبر جيد بان وليد سليمان لن يغيب عن الملاعب لاكثر من شهر شهر واسبوع ان شاء الله، لانه لن يتم التدخل الجراحي في رجله، لان الحمد لله شكل رجله او شكل ركبه رجله لما اتعمل الاشعه هنا في مصر اصبح او بان هو افضل بكتير جدا بعد ما الورم قل وبعد ما الامور قلت. فوليد سليمان خبر جيد لكل عشاق النادي الاهلي ان وليد سليمان مش هيقعد اكتر من شهر شهر واسبوع في الاصابه، وان شاء الله يرجع افضل من الاول. مهم ان شاء الله لما نوصل لنهائيات، ان شاء الله لو ربنا ادانا وصلنا نهائيات بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله تكون الفرقه كلها جاهزه، ال 11 او ال 25 لعيب اللي مقيدين يكونوا ان شاء الله جاهزين، ويكونوا كلهم على قد المسؤوليه ان شاء الله ان شاء الله. عموما في اطار حديثنا عن وليد سليمان، شوف تقرير عن وليد سليمان وسلامتك يا حاوي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مكاسب كثيره جدا في اخر مباراه للنادي الاهلي، على الرغم ان هناك بعض السلبيات اللي موجوده في النادي الاهلي واتكلمنا عنها يوم المباراه في مباراته الاخيره امام شبيبه الثوره الجزائري، ولكن في نفس الوقت هناك مكاسب وايجابيات كثيره جدا في هذه المباراه، منها زي ما قلت لحضراتكم اجاييه والمستوى اللي ظهر بيه اجاييه، وعوده اجاييه وعوده العمق الهجومي ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا، لان بقى لنا فتره طويله جدا جدا ما بنتكلمش فيه او مش لاقيين حد يعمل لنا هذا العمق الهجومي. وفي نفس الوقت ايضا ياسر ابراهيم صداره المجموعه، كريم نيدفيد الحقيقه اللي بيؤدي بشكل رائع، اخيرا اللياقه البدنيه، اللياقه البدنيه اللي ظهرت في نهايه المباراه، ان اللياقه البدنيه في هذه المباراه تختلف عن المباراه السابقه، ويمكن ده برضو كان كلام حضراتكم في هذا الموضوع، لكن هناك مكاسب كثيره في ظل وجود بعض السلبيات اللي بيتم علاجها واحده واحده، زي ما قلت لكم واحده واحده
واحده واحده اصابات بترجع عبل ما يخشوا فورمه وعبل ما يلعبوا مباريات وكذا وكذا، واحده واحده هتلاقوا هذا الفريق فريق مكتمل، ومن هنا بقى هنبتدي نحاسب الجميع، الجميع سيتم محاسبته، لانه ان شاء الله لما اللعيبه كلها ترجع واللعيبه كلها تبقى فت ان شاء الله ان شاء الله، ده كله هيبقى في خلال شهر شهر ونص اذا لم يكن هناك اصابات اخرى، يعني نمسك الخشب بعيد عن الناس وبعيد عن كل الناس. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ان كان هناك ايجابيات في هذه المباراه، عندنا تقرير برضو نطلع نشوف هذه الايجابيات، ولكن بعد هذا التقرير هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار في ملعب النادي الاهلي او في ملعب الاهلي. النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، والنجم الكبير ايضا كابتن اسامه حسني. هنطلع نشوف تقرير عن اهم مكاسب النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام شبيبه الثوره الجزائري، ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار. رغم خسارة المارد الأحمر لنقطتين ثمينتين في مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالتعادل أمام شبيبة الثورة الجزائري وعدم ظهور الفريق بالمستوى المأمول من جانب الجماهير، إلا أن الأهلي حقق العديد من المكاسب الفنية التي لا يمكن إغفالها في هذه الموقعة الإفريقية التي ستلقي بظلالها الإيجابية في الفترة المقبلة. يأتي في مقدمتها تطور الأداء الدفاعي للاعب الفريق بعد انضمام ياسر إبراهيم للدفاع الأحمر، حيث ظهر اللاعب القادم من سموحة بمستوى ملفت في الظهور الأول له بقميص الأهلي. ظهر التناغم بين ياسر إبراهيم وزميله أيمن أشرف في قلب دفاع الأحمر خلال المواجهة، رغم مشاركتهما للمرة الأولى سويا بفانلة الأهلي، وأيضا أظهرت مواجهة الشبيبة الجزائري تطورا كبيرا للاعب الأهلي على المستوى البدني، خاصة في الشوط الثاني الذي كان يشهد انخفاضا ملحوظا في المباريات السابقة، إلا أنه يبدو أن بصمة خورخي مخطط الأحمال الجديد بدأت تظهر على اللاعبين رغم ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. فحتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء هناك مستوى بدني عال من اللاعبين في كافة الخطوط. من مكاسب موقعة شبيبة الثورة أيضا عودة الصاروخ النيجيري جونيور أجايي للمشاركة مع الأهلي بعد غياب امتد ل 174 يوم منذ إصابته في لقاء تاونشيب البوتسواني في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، ودفع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بأجايي بدلا من حسين شحات، والنتيجة تشير في وقتها لتقدم بطل الجزائر بهدف نظيف. ظهر اللاعب النيجيري بمستوى طيب وكان له دور في هدف التعادل الذي أحرزه كريم نيدفيد، كما دعمت نتيجة التعادل من موقف الأهلي وحظوظه في التأهل للدور الثاني، حيث ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة بعد جولتين. نجح مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على المستوى الإفريقي بعد التعادل مع الشبيبة، ومن قبلها الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى. لمباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، حيث نجح سان داونز الجنوب إفريقي في تدارك خسارته في الجولة الماضية وتحقيق الفوز على بطل النسخة قبل الماضية الوداد الرياضي المغربي بهدفين لهدف، كما نجح أسيك ميموزا الإيفواري في خطف انتصار ثمين من ضيفه لوبي ستارز النيجيري ليصبح لدى كل فريق بالمجموعة 3 نقاط، إلا أن الصدارة لفريق الوداد المغربي بفارق الأهداف، يليه سان داونز في المركز الثاني
ثم لوبي ستارز، ثالثا وأخيرا أسيك ميموزا. أما المجموعة الثانية فحافظ العملاقان الترجي التونسي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على سجلهما خاليا من الخسارة بالفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي وهورية الغيني على التوالي. بهذه النتيجة تصدر الفريق الجنوب إفريقي قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الثاني بطل النسخة الماضية بنفس الرصيد، بينما جاء بلاتينيوم في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرا هورية الغيني بنفس الرصيد في المركز الرابع. في المجموعة الثالثة واصل شباب قسنطينة الجزائري مفاجآته المدوية وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن بوصف الفريق الوحيد الذي حقق انتصارين متتاليين على حساب العملاقين الإفريقي التونسي وتيبي مازيمبي الكونغولي ليعتلي قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما استعاد الإفريقي عافيته بالفوز على الإسماعيلي في المباراة التي ألغيت بقرار من الحكم قبل نهايتها، ليحصد الفريق التونسي أول 3 نقاط له في المجموعة، بينما قبع الإسماعيلي في ذيل جدول المجموعة في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط بخسارة مبارتين متتاليتين. في المجموعة الرابعة استعاد المارد الأحمر وصاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة 8 مرات النادي الأهلي، استعاد صدارة المجموعة بتعادل ثمين أمام مضيفه شبيبة الثورة، الفريق الذي لا يعرف الخسارة على ملعبه ووسط جمهوره المتحفز. التعادل الإيجابي رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في قمة المجموعة، بينما حقق شبيبة الثورة أول نقطة له في تاريخه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفي كبرى المفاجآت اكتسح فيتا كلوب الكونغولي نظيره السيمبا التنزاني بخماسية نظيفة ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد خسارته الأولى أمام الأهلي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط محتلا بها المركز الثاني خلف المارد الأحمر، بينما جاء السيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابراهيم، بشكل عام وهنتكلم اكتر عن المجموعه الرابعه وفوز فيتا كلوب على سيمبا 5-0، هل هذه نتيجه تقلق النادي الاهلي؟ لا، هو فيتا كلوب طبعا من الفرق الكويسه قوي، وادى اداء قوي جدا قدام النادي الاهلي. مظبوط، برغم ان في لعيب مطرود منه في الشوط الثاني، انما ادى اداء قوي جدا. طبعا المكسب كان لصالحنا وكل حاجة، بس فرقة لا يستهان بها، وبالذات ان احنا لعبهم الماتش الثاني في ملعبهم يعني. فانا برشح الماتش الثاني في الدور الثاني في الدور الثاني، فانا برشح الاهلي وفيتا كلوب ان هم وسامة برضو المباراة السابقة في اول مباراة فيتا كلوب قال لي الاهلي وفيتا كلوب اللي هيصعدوا. لا، هم الاثنين الحقيقة يستحقوا، لان برضو شبيب تصوى يعني مستوى قليل جدا، هي هتتعبنا الملاعب، لو ملاعب بس عشب صناعة يعني هتبقى مشكله متعبه شويه. اولا متعبه في اللعيبه، متعبه في الركب يعني، برضو النادي الاهلي متعود يلعب على ملاعب زراعيه دايما، فلازم يتاهلوا قبلها بمده انه يلعبوا على ملاعب صناعيه على اساس المقابله تبقى، لو كسبنا الماتش الجاي يبقى هي محسومه ان شاء الله، احنا وفيتا كلوب نبقى موجودين يعني. ده تقريبا المجموعه دي محسوبه ان شاء الله باذن الله، محسومه الاهلي وفيتا كلوب. هي المجموعات الثانيه المجموعه ايه يعني، هي اللي فيها شويه لخبطه، لان كلهم الوداد كسبان ماتش وخسران ماتش، ماميلو دي سان داونز كسبان ماتش ومغلوب ماتش، دي اللوبي ستارز نفس الكلام، اسيك ميموزا نفس الوضع يعني، كل فرقه منهم كسبانه ماتش ومغلوبه ماتش، فالمجموعه ايه متلخبطه شويه. المجموعه الثانيه
متهيألي برضه محسومة المجموعة بي، أورلاندو بيراتس بأربعة بونت والترجي الرياضي أربعة بونت، محسوبة الفرقتين دول داخلين أول وتاني يعني. نيجي في المجموعة الثالثة المجموعة سي، النادي الرياضي القسطنطيني ستة بونت متهيألي محسومة بالنسبة له، لسه بالنسبة للنادي الإفريقي ومازيمبي محسومة بينهم الاثنين، الإسماعيلي ما أظنش إن ليه فرصة، وخاصة إحنا مستنين العقوبات اللي هتتوقع تتوقع عليه نظير للجمهور، وأنا في النقطة دي بالذات يعني، وإحنا داخلين على البطولة الإفريقية يعني اللي مصر هتنظمها، نتمنى إن الجمهور يبقى عنده الحاسة إن إحنا داخلين على بطولة إفريقية ولازم نظهر بمظهر كويس، والمشجعين يبقوا على مستوى الحدث، يبقى لازم يشجعوا فرقهم ويشجعوا الفرق الثانيه برضو. حته التدخل مع الحكام وتدخل برمي الازايز والطوب بتاع الفرق الضيفه ده بيسيء لينا وبيسيء لسمعتنا، فاتمنى ان الجمهور يعني يبقى واقف مع اتحاد الكوره وواقف مع فرقنا على اساس برضو نظهر بمظهر جميل في الطاوله الافريقيه القادمه ان شاء الله. تمام. يعني كابتن حشيش برضو مباراه فيتا وسيمبا 5-0 دي قلقت الناس شويه، يقول لك الله ده احنا كده كسبنا فرقه جامده يوم مباراه فيتا كلوب في الجوله الاولى لما كسبنا 2-0، احنا كسبنا فرقه جامده، ولكن في نفس الوقت يعني هل من الممكن ان ينافس فريق اخر النادي الاهلي في هذه المجموعه؟ يعني هل ممكن مثلا فجاه نلاقي سيمبا في المباراه القادمه، نلاقي شباب الثوره يخش بعد التعادل اللي يعني بالنسبه لهم كان تاريخي جدا لتعادلهم مع النادي الاهلي الاخير؟ بص، هو في الحقيقه زي ما انت بتقول فيتا هي فرقه جامده فعلا. هي شفناها في الماتش الاولاني مع النادي الاهلي هنا على ارض النادي الاهلي، ند للنادي الاهلي، النادي الاهلي قدر يكسب الحمد لله. كانوا بيلعبوا حتى ناقصين من اخر 10 دقايق في الشوط الاولاني، انما تحس ان هم منهاروش زي اي فرقه ممكن بتلعب على ارض الخصم وناقصه، وبالذات بيلعب النادي الاهلي البطل، فممكن كان ينهار. لا بالعكس، كان ضاغط ويمكن ضيع فرصه كانت مؤكده في الشوط الثاني. النتائج اللي انا شايفها، ما اعتقدش طبعا ان في حد هينافس الاهلي وفيتا في المجموعه بتاعتنا، لان المستويات الثانيه بعيده شويه. حتى بعد التعادل بتاع شبيبه الثوره بالنسبه لهم تاريخي. لا ده ماتش، هل ده عارف حضرتك معنويا يعني ممكن يرجع الفريق؟ ماتش بيلعبوه قدام البطل على ارضهم على ترتان، ظروف معينه، ظروف كانت خاصه بالمباراه دي، ما اعتقدش انها يعني يعني المستوى اللي عملوه ده يعملوه بره ارضهم او مع فرقه تانية حتى على ارضهم. تمام. لو هتكلم بقى عموما عن المجموعات كلها، انا شايف من خلال الجوله الاولى والجوله الثانيه النتائج كلها اسلام طبيعيه، مفيش مفاجآت، باستثناء طبعا يعني المباراه الوحيده اللي هي كانت بين الاسماعيلي والافريقي على ارض النادي الاسماعيلي، بس احنا عارفين انها ممكن تكون طبيعيه خلال الفتره دي. بالنسبه للظروف اللي بتحصل في الظروف الظروف الفرقه الاسماعيلي، لكن الحقيقه طبعا بنهنيهم لان الكابتن علي ابو جريشه، وبنهني النادي الاسماعيلي لان الكابتن علي ابو جريشه اصبح مستشارا رياضيا لكره القدم في النادي الاسماعيلي، واعتقد ده الكابتن علي ابو جريشه وبدا معاهم اول شغل النهارده واسم كبير في عالم كره القدم ورمز من رموز النادي الاسماعيلي، واعتقد ان هو من الممكن ان يعيد الدفه مره اخرى لان الفتره اللي فاتت كان فيها صعوبات كثيره جدا. نجم الاسماعيليه طبعا، معشوق طبعا جماهير الاسماعيلي، عائله ابو جريشه كلها، اعتقد انه كلمه الكابتن علي كلمه مسموعه، ممكن يصلح حاجات كثيره جدا جدا في الفريق، ونتمنى لهم ان شاء الله يعني الخير في الفتره الجايه. عايز اقول ان بقيه يعني لو نشوف حتى بقيه المباريات كلها وضع طبيعي. نتكلم مثلا حتى لو هنتكلم على اسك، لان الناس فاكره اسك ده اسك بتاع زمان كانت ما بقاش خلاص يعني الثمانينات والتسعينات ويوسف فوفانا وتقريبا المنتخب، والله في اولها كمان منتخب بساحل عج كان موجود في الفرق دي، الفرق دي خلاص فضيت خالص من اللعيبه المميزه. فوضع طبيعي ان هو يتغلب في المغرب في الجوله الاولى، الجوله الثانيه كسب وضع طبيعي برضو على ارضه، هو كان بيلاعب لوبي ستارز النرويجي يعني برضو فرقه بقيه الفرق برضه في مباراه برضه غريبه شويه بتاعه مازيمبي مع النادي الرياضي القسطنطيني، حاسس انها تقيله شويه، انا ما اعرفش النادي الرياضي بصراحه مستوى ايه، عاملين طفره جامده جدا بس يعني هو نادي حديث شويه بس عامل مكسب ثلاثة دي يا اسامه برضه انا شايف انها كبيره، هو المفاجاه حتى الاخر، خلي بالك دايما كل سنه تلاقي حد فرقه كده طلعت. ها
انما بقيه الفرق طبعا يعني سان داونز بيلعب الوداد في الجوله الثانيه على ارضه بيكسب 2-1، الترجي طبعا مع بلاتينيوم زيمبابوي كسبان على ارضه، يعني كل بصراحه لغايه دلوقتي كلها النتائج كلها طبعا باستثناء المفاجاتين لا شباب الثوره وتعادلهم مع النادي الاهلي بالظبط النادي الرياضي القسطنطيني والاثنين الجزائر الجزائر سبحان الله حاجه غريبه يعني. فلسه اعتقد ان في لما نبقى بقى في الدور الثاني تبتدي تظهر ملامح، ولو ان في بعض المجاميع من دلوقتي زي مجموعه النادي الاهلي يعني ان شاء الله انا شايف ان الملامح باينه من دلوقتي تمام بالنسبه لان المستويات فارقه شويه. كابتن اسامه تفتكر فعلا المستويات فارقه؟ كيف سيكون شكل المنافسه؟ يعني حضرتك قلت لي من اول مره ان الاهلي وفيتا هم الاقرب، لكن هرجع اسالك نفس السؤال، هو التعادل ده ما يديش معنويات اكبر لفريق شبيبه الثور ان هو عايز ينافس؟ عنده الماتش الجاي فيتا كلاب في ملعبه ممكن يكسبه، ما تعرفش في كل حاجه في كره القدم. طبعا كل شيء وارد في كره القدم، كل مباراه بتنزلها ما بتبقاش عارف النتيجه. لكن لما اتكلمنا عن الاهلي وفيتا كلاب ان هم يعني اكتر الفرق ليهم حظوظ انهم يصعدوا الدور اللي بعد كده، ان الاهلي هو اللي وصل للمباراه النهائيه في دوري الابطال، فيتا كلاب وصل المباراه النهائيه في الكونفدراليه، فهم فرقتين الاقرب. الحاجه الثانيه برضو لما احنا اتكلمنا عن فيتا كلاب كويس قلنا ان فيتا كلاب احتفظ بالقوام الرئيسي اللي لعب بيه في الكونفدراليه، ما مشاش ناس كتير. ايوه ما مشاش حد، وده نقطه مهمه جدا فيتا كلاب. احنا دايما لما كنا بنتكلم عن اسك بنتكلم عن اي فرقه فاكر افريقيه، فاكر انيمبا؟ لو فاكر انيمبا كان في انيمبا لجاليا او اسك طلع شويه كده، الفرقه دي كانت تعمل اجيال قويه جدا، يوصل لمراحل كويسه في البطوله يبدا يبيع يبدا يفرق، كان يعني ممول للفرق الافريقيه الثانيه او في اوروبا. صح. النهارده فيتا كلاب محتفظ بالقوام الرئيسي بتاعه، محتفظ بالمدرب اللي انا شايفه برضه بيمثل قوه كبيره جدا في فيتا كلاب، مدرب ما شاء الله معاهم بقاله 7 سنين بيمرن منتخب الكونغو، عنده خبرات كبيره في المباريات الافريقيه، فعشان كده يعني قلنا مع فيتا كلاب الصبح وبعد الدور منتخب الكونغو. غريبه جدا برضو الموضوع، انا مره اشوفها بس يعني ماشي. خلي بالك هيبقى موجود كمان مع الكونغو في كاس الامم الافريقيه، هتكون متواجده في مصر مدرب المدرب من المدربين كويسين جدا، حتى عمل مباراه كويسه جدا برغم الخساره من النادي الاهلي 2-0، لكن عمل مباراه تكتيكيه داخل ملعب مباراه كويسه جدا. فعشان كده لما اتكلمنا عن حظوظ الاهلي وفيتا كلاب كبيره قلنا من المنطلق ده. شبيبه الثوره يعني فرقه متواضعه هجوميا ودفاعيا، النادي الاهلي لو بيلعب على نجيل طبيعي زي ما كابتن ابراهيم عصام بيقول في الجزائر كنت اقول لك ناخد 3 بونت، لكن الملعب كان عامل اساسي جدا ان النتيجه تطلع بالتعادل. ما هو ممكن ده برضو يكون عامل اساسي لو عنده الماتش الجاي مثلا سيمبا، انا اسف عنده فيتا كلاب في فيتا كلاب يعني بيلعب على نجيل صناعي، فيتا كلاب لا هيلعب على ارض الجزائر لان كل فرقه بتلعب ماتشين ورا بعض على ارضها في اخر المجموعه في اخر ماتش في اخر الماتش فده اخر ماتش. صح بالظبط. فعلشان شبيبه الثوره طبعا مش يعني لا يعني حظوظها تبقى قليله، سيمبا هي اللي ممكن تبقى قريبه شويه سواء تدخل او تخرج، لكن فيتا كلاب طبعا ان شاء الله والاهلي هم يعني اللي تصدروا المجموعه دي. النادي الرياضي القسطنطيني يعني هو مفاجاه المجموعه كلها، البطوله حتى طبعا انه ياخد 6 بونت من ماتشين امام النادي الافريقي وامام مازيمبي، مازيمبي برده من الفرق القويه والنادي الافريقي برده من الفرق اللي ليها خبرات في افريقيا، فده طبعا مفاجاه دوري المجموعات. لكن يعني لسه برضو في المجموعات الثانيه في المجموعه ايه بتاعت الوداد وصن داونز وليب ستارز واسك، يعني لا الامور متقاربه، كسبت ماتش وخسرت مباراه فالامور لسه ما اتحسمتش. مجموعه الترجي اورلاندو على ما اعتقد هتبقى محسومه يعني لاورلاندو والترجي، هما الاثنين اكتر خبرات في كأسماء تقصد يعني ان هم الاقرب، وبعدين هم بيني وبينك أربعة وأربعة. خاصه كمان ان الترجي تعادل مع حوريه كوناكري هناك في غينيا، فعلى ما اعتقد ان الفرقتين اورلاندو والترجي هم اقرب الفرق اللي هيكونوا موجودين في من المجموعه به. لكن الاهلي برضو يا كابتن اسلام عشان كانت الجماهير شويه زعلانه من فرقه الاهلي، لكن في ايجابيات كبيره النهارده في مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. اول حاجه انت بتلعب في اجواء هناك في الجزائر، داخل لك لعيبه جديده زي ياسر ابراهيم اول مره يشوف الاجواء دي وخاصه كمان مع النادي الاهلي، فده مكسب انك انت كمان يبقى في مدافع عندك زي ياسر ابراهيم، عندك عوده اجايه من اللعيبه المهمه جدا ومكسب للنادي الاهلي، خد نفسه طبعا خدنا نفسنا طبعا والله، لانه انت تحس ان انت كنت قاعد مثلا غلط على الكرسي وتعادل. احنا كنا بنتكلم انا وحضرتك كنت معانا في اللي دايما لا ان انت كباك اي باك، واسامه ممكن برضو
اي باك في الدنيا بيعمل ايه؟ وانت ما بتتزنق بتدور تبص كده، عايز نفس، عايز نفس بس تبقى تلعب له، ما بتلاقيش بتلاقي كله نازل تحت. فعشان كده كان كل الناس، كل ما حد يشوفني يقول ايه ولا النادي الاهلي بيلعبوا ورا ليه؟ ما هم بيلعبوا ورا لان العمق ده مش موجود. بص النادي الاهلي يعني اصابات كتيره جدا، اصابات يعني عدد الاصابات اللي عندك فريق اكتر من عدد بطولات فرق منافسه. يعني خلي بالك من النقطه دي، عدد الاصابات اللي عندك اكتر من عدد او عدد بطولات فرق بتنافسك، فكم اصابات رهيب جدا. لو 12؟ كل الاصابات دي 12 13 لو كل الاصابات دي موجوده وبكامل قوتها وموجوده في الملعب، لا انت مع احترامي لاي فرقه، اي فرقه دوري بقى ولا افريقيا، انت تاخد كل الفرق بمنتهى السهوله. وده اللي انا بقوله بقى، ان احنا او ده اللي كنا بنتكلم فيه. ظروف ظروف يعني النهارده برضو لازم كجميع النادي لازم نقف جنب المدير الفني، لازم يعني ناس تسنده في ظل الظروف اللي هو بيشتغل فيها النهارده. كل ما عايز يحط تشكيله ما عندوش القوام الرئيسي، تلاقي كل تشكيله دخلت وقع منك اثنين ثلاثه ويدخل عندك اثنين ثلاثه. طب الاثنين اللي دخلوا هل ابدا بيهم يا كابتن ابراهيم واستعجل وتتجدد الاصابه ولا يعني؟ فانت برضه في حيره دايما، ما عندوش دايما القوام او القماشه بتاعته انه يقدر يشتغل فيها. في حاجه يا اسامه كمان مهمه قوي فضل. يعني تكمله معلش لكلامك. الفرقه اسلام كابتن ابراهيم، احنا ممكن نشترك كلنا في الحديث عادي، مفيش مشكله. الفرقه كمان اللي تكون مغلوبه 1-0 بره ارضها وترجع ما تنهارش وترجع تاني تتعادل، طبعا ده دليل على انها لسه ميزه مهمه، فرقه واقفه على رجليها ومعاها برضو لا وفي الدقيقه كام برضو في الدقيقه كام ومعاها قائد او مدرب محترم قوي بره الفرقه تحاول ترجع تاني وترجع تاني في ظل الظروف دي كلها. وانت عارف ان الدقيقه في الترتان يمكن بربع ساعه في النجيله العاديه، طبعا طبعا. فانت بتتكلم على الدقيقه كام يا كابتن ابراهيم؟ طبعا دقيقه 80 الهدف جه في الوقت الاخير، يعني بتتكلم على اخر حاجه خالص. فدي تكمله برضو الكلام الكابتن اسامه، حته الناس اللي راجعه من الاصابه لازم ياخدوا الوقت الكافي وما نستعجلش عليهم. بعد ما نعالج، بعد ما نعالج في برنامج تقويه للعضلات الاصابه، لان اغلب المصريين اللعيبه المصريه بيبقوا مستعجلين ينزلوا الملعب بقالهم كتير بدون ما يعملوا التقويات اللازمه لمكان الاصابه، وبالتالي ممكن الاصابه ترجع. ودي مشكله انا شايفها في النادي الاهلي شويه. في ناس الاصابه يعني حته التقويه دي ما بيهتموش بيها شويه، فبينزلوا بدري فتتجدد الاصابه. ارجو انهم يصبروا عليهم شويه، وزي ما بيقول اسامه لو مجموعه اللعيبه المصابه دي نصهم بس دخل الفرقه في كامل قواهم وما فيش اصابه، ما فيش حد هيقف قدام النادي الاهلي ولا في افريقيا ولا الدوري العربيه ولا دوري ولا كاس ولا حاجه. مش خلي بالك والله يا كابتن اسلام يا كابتن ابراهيم، ما فيش فريق في العالم بكم الاصابات دي ويبدا برضه يفضل في المنافسه. انت بقول لك يعني خلينا نتكلم بالعام، فريق نادي الزمالك وقع منه طارق حامد من العناصر الاساسيه في وسط الملعب مباراه الاتحاد في البطوله العربيه. ايه المحصله؟ خرج من البطوله امام الاتحاد السكندري في البطوله العربيه. طارق حامد من اللعيبه ومن العناصر الاساسيه اللي في نص الملعب في نادي الزمالك، مجرد خروجه الدنيا اتدربكت في نص الملعب. النهارده تخيل عندك خط هجوم وليد ازارو، صلاح محسن، مروان محسن، فبتبدا تلاعب. خلاص بقى شيل صلاح محسن، هو رجع. لا انا قصدي وقتها فبتبدا تلاعب، بتدور على بديل من الخط الوسط عشان الظروف وليد سليمان تحط لعيبه كمان يا اسلام، تحط حسين الشحات، فبتبدا قبل ما يخش في اللعيبه اسامه معذوره. اللعيبه كترت وكل المنافسه زادت وكل واحد عايز برضه يلحق طبعا، يعني يلعب. وما تنساش برضه البطوله الافريقيه هنا في مصر، فكل واحد عايز يشترك وعايز يعلى بمستواه عشان ممكن يتبصله من خلال الجهاز الفني المنتخب ويلعب. لان كل قد ايه بنلعب بطوله على ارضنا وامم افريقيا. انت معلش انا باصص لك كده، جالي سؤال مهم. فاكر زي يوم الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ لا انا عندي سؤال تاني. ايوه قول. هو انت في المنطقه عندك ممكن يجي جواب ما تعرفش ايه هو؟ لا طبعا. ازاي بقى؟ لازم تبقى عارف. طبعا. طب لو ما عرفتش تعمل ايه؟ هشوف الجواب ده مين اللي استلمه وهظبطه. ايوه انا مالي بقى انت تظبطه، انا مالي. انا ذنبي ايه؟ ايوه لا ما ينفعش الكلام ده طبعا. ما السؤال ده على الصفحه. لا ما ينفعش. واحد قاعد في شغله وما يعرفش ايه اللي عنده يعمل ايه؟ برضه اعرف راي جمهور النادي. ينسحب بقى وروح. يا اما ارجع الحق لاصحابه. صح؟ طبعا. ما اطلعش اقول اي كلام. لا طبعا. صح؟ انت مش هتطلع تقول اي كلام. لا طبعا لا. كابتن اسلام. واعترف بالغلط. انا دايما بزنقك في الكلام. كابتن اسلام. اتفضل. انت تخلص عليا انا عارف. النادي الاهلي على مدار تاريخه
عمره ما بيدخل في قضيه او بيتكلم كلام الا لما بيكون درسه كويس قانونيا وسال فيه المستشارين والقانونيين عشان يقدر يتكلم فيه. خلي بالك النادي الاهلي مش مجرد كلام بطلع اعمل شعارات او للجمهور، لا، عشان كده دايما ساعات بتلاقي النادي الاهلي الجماهير تقول طب ما ترد بسرعه، لا النادي الاهلي ما يردش بسرعه نتيجه مثلا ياخد حاجه رد فعل، لا لازم الاول ادرس الموضوع كويس واكون متاكد ان الموضوع ده تحت سيطرتي وانا عارف حقوقي ايه كويس ابدا اتقدم فيه. عشان كده النادي الاهلي لما اتكلم في الموضوع اللي كنت بتتكلم فيه موضوع عبد الله السعيد، لا ده هو درس الموضوع قانونيا كويس وعارف ايه الحقوق اللي ليه عشان كده تقدم، وان شاء الله يعني هيكون القرار في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. ده هو ده الاهم يعني، معلش انا وانا قاعد بفتكر كده فمعلش شكلي بيفكرك دايما انا بحاجات معلش بقى وانت اللي حلمت بقى قاعد اعمل ايه خالص. كابتن حشيش اساسا قيمه كبيره في المكان، فيعني مش هي محدش هيقدر يخلص عليه، وبعدين يعني دار النادي الاهلي يعني صعب جدا يعني الكلام ده. ف وبالمناسبه احنا الناس ما بتتكلمش على ايقاف، عشان تبقوا حضراتكم عارفين الناس ما بتتكلمش على ايقاف عبد الله السعيد او كذا، لا احنا بنتكلم احنا عايزين حقنا عبد الله السعيد. زي ما انا قلت لكم قبل كده في البرنامج ده، قبل كده قلت لكم عبد الله السعيد طبعا نجم كبير وكل حاجه ومحدش يقدر يقول غير كده، ولكن النادي الاهلي هو اللي ساب عبد الله السعيد، هو اللي قال يا جماعه انا مش عايز عبد الله خلاص، فهو من حقه ان هو يجي الزمالك يجي البيراميدز يجي، راجل من حقه يعمل اللي هو عايزه طالما حر من حقه يعمل اللي هو عايزه، بس كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. يعني انا ليا فلوس في ان عبد الله ماشي من هنا العقد بيقول كده، مش انا اللي بقول، العقد هو اللي بيقول كده، وبالتالي ادفع لي الفلوس وحضرتك لو عايز تروح اي حته من حقك ان انت تروح، ما فيش اي مشكله. هو الحقيقه مجلس بس اهم حاجه تكون انت عارف ان في يوم 5/1 شكوى جت، عشان تبقى دي مهمه برضه. الحقيقه مجلس الاداره دايما حريص انه يجيب حق النادي الاهلي، مهم جدا الاصرار، ما ينفعش ان انا برضه موقف زي ده ان انا اعديه، لان مجلس الاداره هيتحاسب على حاجه زي دي، فمجلس الاداره معودنا انه دايما بيجري ورا حقوق النادي الاهلي يعني. تمام. يعني كابتن ابراهيم كابتن اسامه كان بيتكلم عن اهم المكاسب اللي ظهرت في هذه المباراه، على الرغم ان هناك بعض السلبيات والمسافه قريبه، ماذا يحدث بقى يعني يوم السبت؟ مباراه السبت الماضي يعني كانت مباراه شبيبه الثوره الجزائري، يوم الخميس عندك مباراه في الدوري، وهي مباراه هامه، انت بتلاعب الفريق اللي فوقيك على طول، لو كسبته هتخش انت تبقى ثالث لغايه لما تخلص بقيه المؤجلاتك. لا فالمسافه صغيره، لكن هناك بعض السلبيات كيف يمكن ان يتجاوزها النادي الاهلي في المباراه القادمه؟ اولا الحمد لله في بعض العناصر المؤثره اللي كانت مصابه ابتدت ترجع، سعد وصلاح محسن ابتدوا يرجعوا، فعندك مركزين انت كنت محتار فيهم، نوبه تلعب ايمن ونوبه تلعب حد بداله ونوبه تلعب هنا، فعندك واحد اساسي كان اساسي عندك ومن العناصر الاساسيه رجع. صلاح محسن عندنا مشكله في ثلاثه رؤوس الحربه مصابين، فانت خلاص ما بتجيبش حد من نص الملعب وتدخله راس حربه، فده ان شاء الله باذن الله من المكاسب برضه، في عناصر ابتدت تدخل، فان شاء الله باذن الله هيبقى النادي الاهلي شكله احسن كتير من المرات السابقه. وبرغم من كده النادي الاهلي برغم كده في الماتش بتاع الجزائر شبيبه الثوره فهو بيلعب على قد الماتش، يعني شايف الملعب مش ملائم ليه، ابتدى يحتفظ بالكوره كتير، واضح ان الفرقه مستواها قليل قوي، فقال لك نرجع ببونت ومن غير اصابات احسن من جازف. بس هو للاسف جات له اصابه وتعادلنا في الاخر، يعني هي يعني انا اقصد ان هو كانت الناس بتنظر للثلاث نقاط دايما. وليد ان شاء الله باذن الله رجع بالسلامه، الاصابه يا دوبك جزء ان شاء الله اسبوع 10 ايام ان شاء الله، ويرجع شهر قال شهر يعني العناصر المؤثره جدا في النادي الاهلي طبعا. ويعني من المواسم الذهبيه بالنسبه لي يعني مؤثر ربنا جدا ربنا مؤثر بشكل كبير جدا على نتائج النادي الاهلي في الفتره في الموسم ده ان شاء الله. تكمل على كلام الكابتن ابراهيم، الجهاز عنده مشكله برضه، يعني انت في راجعين من الاصابات وبقوا كويسين، واحد مثلا زي سعد في حيره برضه مع يعني المدير الفني يقول لك طيب الماتشات مشكله يا اسامه انها ماتشات قويه طبعا، ويعني برضه واللي راجع من اصابه ده محتاج ان هو يتمهد له شويه ما ينزلش على ماتش قوي، انت عندك ماتش المقصه ده بتاع يوم الخميس، انت بتلعب في نفس اليوم اهلي ومقصه بيراميدز والزمالك، يوم مهم جدا في البطولة هيوضح حاجات كتيرة اليوم ده، الماتش ده انت محتاجه لأسباب كتيرة جدا جدا، فهل ترجع مثلا واحد زي سعد سمير
جاي من اصابه تلعبه ماتش قوي بدايه ثانيه وتقعد مثلا ايمن اشرف ولا تحتفظ بايمن اشرف وتقعد سعد؟ يعني تساؤلات كبيره جدا. بقيت طبعا الفرقه يعني فيهاش مشكله، وخصوصا انا بالتحديد بالنسبه لي جاي لما رجع ده يعني عنصر هام جدا، نفس كبير قوي قوي عارف انا ان شاء الله باذن الله حاسس ان هو يعني ماتش المقصه ده هيبقى بالنسبه له ماتش قوي جدا جدا، وهيبقى بدايه لانطلاقاته اللي هو عودنا بيها قبل كده. انما انا الان بس من الحته الدفاعيه شويه، هل تثبت يا اسامه نفس الاثنين المساكين ولا تدخل سعد سمير؟ هي دي اللي ممكن يعني تعمل القلق شويه عند الجهاز الفني. لا انا شايف ان التثبيت في الوقت ده التثبيت في الوقت ده مهم جدا، وخاصه انت داخل عليك ياسر دوت جديد بالنسبه لنا. مع ايمن هيبقى حاجه كويسه قوي، وما تقدرش تستغنى عن معلول في الناحيه الشمال. تمام. انا متهيألي التثبيت مهم قوي، يبقى سعد سمير. ممكن تشيل ايمن وتحط سعد؟ ولا يبقى سعد معاك ورقه جيده في حال احتجت له يعني. واحنا زي ما تقولوا انت في نفس جنه دلوقتي جايه. الربط بين الدفاع والهجوم ده يعني كان عندنا مشكله شويه، فوجود جايه دلوقتي موجود معانا، وبرغم ان الفتره اللي لعب فيها كان جيد جدا، برغم انه لسه جاي من اصابه كان جيد جدا في الماتش اللي لعب، فالمستوى رجع وان شاء الله باذن الله انا شايف ان اجايه في المكان ده هيخلي شكلنا احسن بكتير. وهو لعبها اكتر من مره قبل كده، لو بيلعب كمان بيجيد في راس الحربه كمان. لعبها اكتر من مره يعني. خاصه انت ايه رايك يا اسامه؟ يعني اجايه طبعا زي ما الكابتن لا بشكل عام، مش اجايه تحديدا، ولكن لو عايز تتكلم اجايه اتفضل يعني. لا مباراه المقص انت خلاص في الدوري، ما ينفعش انك تفرط في 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 نقاط خلاص يا كابتن اسلام. طبعا انت لو انت عايز تقرب بقى من منافسه وتدخل، لازم خلاص كل المباريات اللي عندك تاخدها كمباريات كؤوس، تديها مباراه المقصه. مباراه المقصه فرقه قويه طبعا، بعد التدعيم اللي عملوه طبعا بيكلي مع جون انطوي هيكون موجود مع العناصر الموجوده عندهم. لا فريق كويس، فريق عنده مدير فني كابتن طلعت يوسف بيقدر يتعامل مع المباريات الكبيره، فهتبقى مباراه قويه مش هتبقى مباراه سهله. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها من بدري. مع التثبيت ولا مع ان هو يغير شكل؟ لا انا ما بحبش العب في التشكيل كتير دايما. انت مدرسه عدم التغيير يعني كتير ممكن، الا لو ظروف. لا لو ظروف او بتغير في عنصر طبعا، انت في فتره روتيشن لازم تعملها ضغط ماتشات، فممكن تغير عنصر او اثنين، لكن دايما انا بفضل الخط الخلفي ده يبقى فيه تثبيت. برافو عليك. انك احنا عانينا في فتره المباريات اللي خسرناها ودخل فينا ده كتير، انك دايما كنت تشوف مره سليف جنبي سعد، ايمن اشرف مره ناحيه اليمين، احمد فتحي اتعور يدخل هاني ناحيه الشمال، فكان في ثبات. دلوقتي تقدر تثبت، عندك ياسر ابراهيم اضافه كويسه، ايمن اشرف طبعا يعني الهدف اللي دخل فينا مباراه شبيبه الثوره يعني يتحمل جزء كبير منه، لكن برضو لا ما كان ماشي بقاله فتره كبيره كويسه في المكان دوت، بيقدر يعمل لك شغل انه يقدر يحضر الهجمه من تحت، بيقدر يشتغل على الاطراف بشكل كويس، فيعني لا خطا ممكن يعني يغتفر ويبقى موجود تاني، خاصه ان سعد انت عايز تكسبه للفتره الجايه، فانا خايف ممكن واحده واحده يدخل. مشكله عايز اساله انا سؤال. ممكن طبعا بس اقول لك حاجه، طلع هنا سنة. لا اتفضل. تفتكر هيبدا زي ما انتهى الماتش اللي فات؟ معنى يعني ناصر يلعبوا طب ولا هيبدا نفس الشيء الاساسي؟ لا انا شايف ان ناصر ماهر من العناصر المؤثره جدا في الفرقه، في مباراه زي دي بالتحديد، ومستواه من ماتش لماتش بيجي، وابتدى يظهر في التلت الاخراني، ما كانش بيظهر في التلت الاخراني كتير، ابتدى يظهر في التلت الاخراني برغم ان يعني هو وظيفته اسيست كتير، انما ابتدى يظهر في التلت الاخراني وابتدى يحرز اهدافه، وبقى عنده جرأه كمان في التصويب دلوقتي، في حاجات ابتدى يكتسبها بمرور الوقت مع النادي الاهلي، الحقيقه اضافه، وانا شايف انه طبعا البدايه ليه، وخصوصا في وجود المحطه بقى. ايوه في وجود المحطه. ايوه بالظبط، وجود المحطه بقى جايه. فهو عنده قوي دايما عنده سهل قوي اللي جاي من تحت طبعا. كان دايما جوزيه، كان مستر جوزيه يقول لك ايه، ان المباراه الثانيه للاعب اللي جاي من اصابه طويله بتبقى اصعب من المباراه الاولانيه. طبعا عارف ليه بقى؟ ان المباراه الاولى هو بيلعب بالمخزون اللي جواه، فممكن يلعب لك 90 دقيقه هايل، يجي المباراه الثانيه المخزون خلص. فيبدا بقى تلاقي التعب، علشان كده المباراه الثانيه ما يقدرش يلعب 90 دقيقه. كان دايما بيعمل ايه كابتن ابراهيم؟ كابتن حشيش كان يعمل ايه؟ اللعيب يجيبه مثلا ست شهور، بقى له ست شهور، بقى خمس شهور، اربع شهور، يلعبه الماتش الاولاني كله
واللعيب ده يطلع نجم الماتش الماتش الثاني بره الفرقه. لا معقول؟ لا ممكن يديله 30 دقيقه نص ساعه او شوط. المخزون خلاص انت بتشتغل بالمخزون اللي عندك. خلاص انت طلعت كل اللي عندك، فانت المباراه الثانيه المخزون خلص، فالمردود مش هيبقى. بس عشان كده يمكن لعبه نص ساعه المباراه اللي فاتت مثلا، ان هو لا هو بقاله فتره طبعا طويله، وهو خلي بالك لو النتيجه كانت ماشيه في صالح الاهلي ما كانش ممكن ينزل عشان النجيل الصناعي. صحيح. وانت طبعا خطوره على الركبه والرباط الداخلي طبعًا. فالنهارده لا يعني ممكن ياخد يعني المباراه الجايه وقت اطول، ويبقى متنفس كويس يعني. بس انا بحذر بقى النادي الاهلي الماتش اللي جاي بالذات من شميل سيبيكلي، يعني الحقيقه متحرك جدا و لعيب كويس قوي، تحس ان هو لما راح المقصه كمان حاجه لا وبيلعب بقاله فتره معاهم وبعدين ما بيثبتش في مكان، وطلعت يوسف مديله الحريه انه يتحرك في كل حته في الملعب. فحته ان انت تمسكه مان صعب شويه. انا بقول اللي يجي ناحيته هو اللي يبقى مسؤول عنه، لان هو اولا اسيست وبيعرف يجيب اجوان. نزل مفيش 25 دقيقه الماتش الاخراني وهو اللي احرز الهدفين في الماتش الاخراني في الدوري. فبحذر النادي الاهلي من شمال سبيكلي، وهو طريقه لعبه كابتن ابراهيم بيسرق دايما من قلب المساكين. فايه يعني دايما إيه؟ عنده الحته دي عشان قصير وسريع، فهي دي مشكلتنا دي. هي دي المشكله. عشان كده انا بقول يعني المساكين اللي يجي له يبقى واخد باله منه او يمسكه مان، ما يبقاش مان تو مان في كل الملعب. لا، اللي يجي له واحد ناحيه الشمال يبقى الباك اليمين اللي يمسكه، جه في النص يبقى واحد من المدافعين يمسكه، جه ناحيه اليمين يبقى حد يمسك، يبقى التركيز عليه، لانه هو وجون انتوي الحقيقه. وعندك كمان حمدي فتحي بالنسبه للملعب كابتن ابراهيم. نعم، حمدي فتحي كمان لاعب انبيا. وحسام لسه، حسام هم عندهم عناصر الحقيقه لسه فيها، يعني فرقه المخاصه عندها عناصر قويه جدا ومؤثره في كل الماتشات يعني. لا بتكلم على حمدي فتحي. حمدي فتحي ممكن يبقى مناسب جدا برضو في المباراه اللي قادم، ممكن مع كريم او مع عمرو، او عمرو وكريم، أو يعني زي ما هنشوف بقى ساعتها. كان موجود معاهم في الجزائر وشاف الاجواء وبدا يدخل في الفرقه، خد له كذا تمرينه دلوقتي خلاص. يا كابتن اسلام كان زمان يقول لك الانسجام والتاقلم ويعرف الفرقه ياخد له كذا شهر، خدش وقت خلاص. دلوقتي انت ممكن تاخده من هنا تحطه هنا خلاص. يعني الدنيا في ظل الاصابات دي كمان انت ما عندكش خيار، انت لازم اللعيب طالما جاهز وكويس يلعب. كريم نيدفيد اتظلم كتير يا طبعا. الفتره كده كان قاعد يقول لك ايه اصل هو اسمه كريم حسام البدري وقصه كده، انت فاكر طبعا القصه دي. لكن في النهايه كريم الحقيقه اثبت هو لعيب كويس طبعا، الا لو ما كانش فضل في النادي الاهلي. ولكن كريم الكينونه بتاعته ايه؟ باك رايت، في نص الملعب، ناحيه الشمال، يعني وفي كل حته بسم الله ما شاء الله بيجي طبعا كلا على حسب. هو الظروف الاخيره خلته جوكر، اتحط في الباك رايت ماشي. ده ممكن جات له فتره كان ممكن يلعب مساك يعني بعض المواقف اثناء الماتش يعني. نص ملعب، بس انا اعتقد ان انسب حته ليه هو نص الملعب، نص الملعب لقدام اللي بيكمل ناحيه شمال. هو بيحب الحته دي عشان هو برده بيجيد التصويب، فممكن يكون حته ناحيه شمال دي هي انسب حاجه بالنسبه له، انه ممكن يدخل على جوه بيقدر يسدد كويس. انما هو طبعا اكتسب، خلي بالك برده يا اسلام لما بتلعب في اكتر من مركز بتكتسب خبرات، يعني تحركات الباك رايت غير تحركات نص الملعب، غير المساج، غير الفيرود، يعني كل دي بتديك تحركات، لان انت في ظروف في المباراه بتحكم عليك ان انت تروح ناحيه الباك رايت، تغطي على الباك رايت بعض الاحيان لو انت بتلعب مثلا ديفندر، بتبقى موجود في وضع راس الحربه لو انت مكمل مع فرقتك بتلعب مثلا نص ملعب مهاجم. فكل دي برضو ادته خبرات، واساسا وجودك في الملعب هو ده اكبر خبره، هو ده اللي بيديك الثقه وبيديك انك ادام بتتكلموا على كريم نيدفيد. الحقيقه كان اشتراكه بيبقى في اوقات صعبه شويه، وهو بيبقى محطوط تحت الضغوط زي الكلمه اللي انت قلتها، ابن حسام البدري وابن كذا كذا بالظبط. انا بتكلم كلام الناس. فمحطوط تحت ضغوط جامده جدا، زائد الاستحاله فيه كانت في اوقات مش في صالحه. وهو الولد حساس شويه، لان انا شفته في قطاع الناشئين يعني حساس شويه، فالضغوط دي كانت مش في مصلحته، وكان بيؤدي بطريقه مش كويسه في الفترات اللي لعبها. انما لما ابتدى ياخد الثقه من البدايات وابتدى يلعب باك يمين اجاد فيه جدا ماتشات اللي لعبها، لما استعانوا بيه كديفندر بقى اجاد كويسه، بقى يظهر في الثلث الاخراني من الملعب، ابتدت الثقه ترجع له. انما هو خامه جيده جدا ومفيد جدا للنادي،
بس يصبروا عليه شويه والناس اللي بتنقده تخف الضغط عليه. لسه لعيب، هو كان الجمهور اهم حاجه، لسه لعيب صغير دايما الناس طبعا بتسمع كل الناس والمحللين وكل حاجه، ولكن الناس الجمهور هم دايما اللي بيفرقوا. اسامه عايز اسالك على جيرالدو. لعب 40 دقيقه سبحان الله، ولا 45 دقيقه الناس كلها مستنياه تشوفه تاني، حتى يعني ممكن يكون مصاب لسه لم تعلن القائمه، ولكن هل لو هو موجود يلعب ولا يستنى شويه يشوف ولا ايه؟ ولا لانه مش مقيد افريقيا ومقيد محليا. انت وجهه نظرك ايه؟ لا لو لو موجود طبعا وجاهز يكون موجود طبعا. انت يلعب طبعا. انت النهارده برضو عشان تقدر تشتغل في الدوري وتشتغل في افريقيا محتاج تقدر تعمل التوازن ده. واحد زي جيرالدو بالسرعه بتاعته بالمهاره بتاعته تقدر تشغله في الدوري عشان تقدر تريح عناصر ممكن تبقى مهمه عندك برضو لافريقيا، فتقدر تعمل التوازن ما بين افريقيا وما بين الدوري. والدليل على كده اول برضو ما النادي الاهلي تعاقد معاه كان موجود في مباراه سموحه، ظهر في 45 دقيقه بشكل ما شاء الله جداً. حتى كلنا كنا مستغربين يا كابتن حشيش. لا هايل. لا وبيقدر يسحب الفرقه كمان يعني طبعًا. بيقدر عنده السرعه، ومش سرعه كمان، لا ده سرعه بمهاره، يقدر بيروح على الجول. فكان في مباراه سموحه اول في اول خمس دقايق لما خد الكره ودخل بيها ال 18 وراح بعديها برده كره ليه ركله جزاء وبيكمل، لا يعني متنفس ناحيه اليمين لل تلعبه انت على طول. يبقى كابتن حشيش لا شك طبعا المستوى اللي ظهر بيه خلال شويه اللي لعبهم، انت محتاج واحد اساسي في النادي الاهلي بهذا النوع من اللعب. اللي هو سريع جدا قوي بيجيد الاختراقات. هو لو تلاحظ ان شويه اللي نزلهم اسامه كل كوره عايزها تتلعب له من ورا الباك ليفت. انت محتاج حاجه زي كده لان انت احيانا بيبقى فيه مباريات مقفله مش كله هيستلم وهو واقف وهيرجع وهيدور ومن الشمال لليمين. انت محتاج لازم باصه من العمق، اختراق من العمق، هو ده اللي بيعمل خلخله، هو ده اللي بيعمل يا ضرب جزاء يا هدف. فانت محتاج نوعيه زي دي. كمان انا شفته الناحيه الدفاعيه كمان يا اسامه بيرجع ممتاز، كمان بيرجع لبعد نص الملعب وبيهاجم وبينطلق وانطلاقاته بتبقى اخطر لما بيجي من تحت. فانت محتاج واحد زي كده لان برضو طبيعه لعبه مختلفه. لو هنتكلم مثلا على الناحيه الشمال رمضان صبحي عايز الكره تحت رجله ويقف عليها شويه يطلع الباك ليفت او يعمل وان تو من جوه من العمق. انما ده دايما انت تفكرني شويه طبعا الله يمسيه بالخير بقى الكابتن مصطفى عبده بتكلم على جيلي بقى ربنا يديله الصحه. انت محتاج احيانا ان انت كابتن مصطفى بيحل الغاز كبيره جدا جدا في ماتشات بتبقى مقفله يتلعب له ثرو من ورا الديفنس خلاص جول اوفر بجول. طبعا لو لعبها بالعرض كابتن خطيب مش مستني بقى حاجه يعني. انت فاهم ازاي؟ فحللنا ماتشات كتيره جدا جدا زمان الكابتن مصطفى كور الديفنس. انت عارف زمان برده كانت الفرق يعني دلوقتي الفرق متقاربه شويه اسامه المستويات. زمان ايامنا يا كابتن ابراهيم انت عارف كان في فروقات كبيره بين مثلا فرقتين ثلاثه فوق والباقي مستويات قليله شويه. فانت الكور دي الفرقه كانت بتيجي تلعبك في ال 18 وتقفل. فانت الكور دي كانت بتساعد الكابتن مصطفى ان هو يلعبها بالعرض. وانت عارف اي كوره من على الخط بتبقى وبتلعب بالعرض بتبقى صعبه على اي ديفنس حتى لو كان ديفنس فيه عناصر مميزه يعني. فانا اعتقد لو هو موجود وسليم لازم يلعب 100% يعني، وخصوصا ان يبقى عندك عنصر زي ده تستغله في الحاجات السريعه اللي من ورا الديفنس. يبقى عندك حلول كتير، حد بيمسكها في نص الملعب، حد عنده سرعات بياخدها من ورا، لعيبه مختلفه والروتيشن ده سهل بعد كده زي صحيح. ما بقى انا مع الكابتن اسامه. طيب اللعيبه اللي مش متقيده افريقيا لازم تستغلها في الدوري وعشان تريح اللعيبه اللي بتلعب في افريقيا، حته روتيشن هتيجي يعني. معلش هو انا دايما لما باجي اسال بحب اسال الاسئله بتاعت الناس مش اسئلتي انا كوي. يعني هم حاطين لي 150 سؤال بس يعني ايه انا بسال الاسئله اللي الناس عايزاها. الناس دايما بتسالني تقول لي ايه صالح جمعه، هو صالح جمعه هيرجع؟ صالح جمعه هل من الممكن يستفيد منه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه طبعا. ولا هو لسه هيفضل بقى صالح جمعه اللي على قديمه يلعب له ماتش ويقعد له ماتشين ثلاثه؟ انا هنا بتكلم في قناه الاهلي على فكره، مش بتكلم في قناه ثانيه، انا بتكلم في قناه الاهلي اهو عشان الناس بس تبقى تقول لك. احنا بنتكلم هنا بنيجي نتكلم بنتكلم بمنتهى الواقعيه والصراحه. فاخد راي حضراتكم واحد واحد لانه مهم جدا جدا الناس تعرف رايكم في هل صالح جمعه هيعود. انتوا دايما موجودين وبتشوفوا التمارين والحاجات دي. صالح جمعه من اللعيبه كويسه قوي طبعا، لا احد يقول غير ذلك. في نص الملعب برضه هو يعمل الشغل بتاع اجاي اللي هو ربط بين الدفاع وبين الهجوم. الحقيقه من العناصر المؤثره جدا، واظن ان هو
اتعلم الدرس جدا ان النادي الاهلي ما بيحبش السلوكيات دلع. ما بيحبش السلوكيات المظبوطه او الدلع يعني. فمتهيألي هو اتعلم الدرس ولما جه وصرح في التلفزيون وكان هنا في القناه، كان هنا في قناه الاهلي، كان مع عمر طبعا. قال لك انا اتعلمت وخلاص وان شاء الله هتشوفوني في الماتشات وهتشوفوني في المنتخب، واتمنى لانه من العناصر المؤثره جدا، واتمنى انه يعني يبقى قد الكلام اللي هو بيقوله ده، انه خساره الموهبه دي يضيعها في شويه سهر زي ما كتير راح شويه دلع، عايزين نقولها في شويه دلع يعني. ماشي، اتمنى انه يبقى قد الكلام اللي قاله يعني. كابتن حشيش صالح جمعه، لو انا مش عايز كلام السياسه، لا لا خالص، انا عايز كلام، لا انا ما بتكلمش سياسه خالص، الكلام اللي هو صالح اللي جمعة الناس تفهمه، لو حافظ على نفسه وزي ما هو بيقول الفتره دي ماشي كويس قوي بره وجوه، وسمعت النهارده انا كلام في برضه من خلال قناه الاهلي ان زودوه الجهاز زود له جرعات تدريبيه اكتر من كده عشان يلحق يرجع بمستواه. صالح جمعه لو موجود، لو جاهز وفت، انا بقول يتحط نمره واحد في فرقه في ال11، انا بقول يملك مقاومات كبيره جدا كلها. اولا الوحيد اللي قادر على انه يلعب صانع العاب، التكمله بتاعته بيكمل من الاجناب، بيكمل من العمق، بيرقص واحد على واحد، لازم بيرقص، دي بتفرق كتير قوي. احنا الماتشات اللي فاتت عانينا من حته يا اسامه، ان انا برضه هكررها تاني، ان نص الملعب بتاعنا الكره بتجيله لعبها للمساك، مساك يرجعها لنص الملعب، الباك رايت، الباك الشمال، ما هو كل ده انا قلت لك ليه؟ ما هو معلش انا صح عند الحته اللي انت قلتها العمق الهجومي صح جدا، مش موجود لما ما هو وليد مش مكانه فبيقعد ينزل، محمد شريف قبله في اسبوع مش مكانه فبيقعد ينزل، مش عارف مين قبله ما بيقعد ينزل، فبتلاقي انت دايما انت كباك اي باك بقى صح، مش باك رايت خلاص يعني. ما مش عايز يغلط، استنى معاه، انت ساعات ايه تلاقي واحد ضغط عليك فعايز تعملها طويله فعايز تعملها لحد مش لاقي، فتبص مش لاقي حاجه حمراء، تلاقي حاجه حمراء لان مفيش عمق هجومي، فلازم نعذر الناس شويه يا جماعه. طبعا الحاجه الثانيه اللي انا برضه عايز اقولها ان هم في اثنين في الملعب، صالح جمعه او ناصر ماهر، الاثنين دول نفس تقريبا الطريقه. طبعا صالح جمعه على واخد خبرات طبعا كبيره، لو سليم وكويس مليون في المية نمرة واحد تحط. كابتن أسامة أنا قلت قبل كده الوحيد اللي هيساعد صالح جمعة هو صالح جمعة، هو نفسه اللي هيساعد نفسه. أيوه، بمعنى الفترة اللي فاتت والنادي الأهلي في الجزائر مباراة شهيد الثورة، نزل مع شباب الأهلي، كان في مباراة ودية مع الجونة نزل يلعب ويشارك، كان في مباراة تانية مع النصر نزل يلعب ويشارك مع شباب الأهلي. ما هي دي المباريات، انت ما عندكش وقت او فرصة فوق تعمل مباريات ودية كتير عشان تجهز اللعيبة دي، فهو نزل وكان برضو موجود معاه برضو عمرو جمال عشان يشاركوا ياخدوا حصية المباريات. لكن صالح جمعة طبعا من العناصر المهمة جدا، وانا بقول لك لو هو ان شاء الله حافظ على نفسه ورجع لفورمته ممكن يكون موجود في منتخب مصر في كأس الأمم الموجودة في مصر هنا، لان هو كمان يعني كان ضمه كوبر وكان موجود، ممكن كان يبقى ليه فرص كبيره انه يكون متواجد كمان في كاس العالم في الفتره دي، انه كان قدم مستويات كبيره وكمان بيلعب في حته الديفندر ممكن يأديها بشكل كويس، ممكن يلعب في الحته اللي تحت المهاجم زي اللي كان اللي بيلعب فيها ناصر ماهر برضه بيأدي فيها بشكل مميز، عنده الملكه انه كمان بيقدر يوصل للجول، يعني لو في مهاجم او الناس اللي تحت المهاجمين حسين الشحات ونصحي بيقدر يوصل للناس دي، فهو طبعا من اللعيبه المميزه لو ان شاء الله رجع لفورمته هيكون اضافه كبيره جدا في النادي. كلمه في ودن بس، صالح جمعه بقى ربنا مديك موهبه ارجو ان انت تستغلها، واحسن وقت لعيب الكوره وقته هو بيلعب، مش هيحس والله مش هيحس غير لما احنا كلنا مبطلين يعني الاربعه اللي موجودين دول مبطلين فاحسن وقت لعيب الكوره هو الوقت اللي بيلعبه في الملعب بالظبط، ارجو ان انت تحط الكلمه دي في دماغك، ربنا مديك موهبه ارجو ان انت تستغلها لصالح نفسك ولصالح النادي اللي انت بتلعبه. يعني هي فعلا كلمه حقيقيه جدا، الواحد مهما كان قاعد مهما كان واقف مهما كان هنا مهما كان هنا، دايما انا اقول كلمه كده لاولادي، اللحظات الوحيده الواحد بينسى فيها مشاكل الدنيا ووجع الدماغ وكل حاجه هو في الملعب بيلعب او بيمرن او كذا او كذا، مش حاسس باي حاجه لما بتطلع من الملعب بتبتدي بقى ايه اصل مش عارف جابر عمل ايه مازن مش عارف، فاحنا على طول بره دلوقتي هو ده اللي انا بوصله، ده اللي انا عايز اوصله. انا بشكركم جدا ويعني شكرا جزيلا على هذه الحلقه الممتعه، شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، بشكركم اعزائي المشاهدين بسرعه انا عارف انت عمال بسرعه ماشي، بشكركم اعزائي المشاهدين وان شاء الله نلتقي غدا بكره ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم في تمام الساعه 10
والنصف، وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.